قدرة الأعراب أو بمعنى الإنسان الآفاقي اللي يعيش في الصحراء أو يعيش في الحياة أكثر قدرة على القراءة للحياة وعلى علامات الاستفهام من غيره. لذلك عندما نضع المجهر على هذا الحديث وبهذا المفهوم سندخل إلى عوالم غير مرئية، أي لا تلاحظ لدى القارئ السطحي، لدى القارئ الذي يقرأ الحديث من خلال حروفه أو من خلال بياناته الظاهرة. عندما يختل التوازن بين أثر الطبع وبين أثر الشارع ويتغلب الطبع تظهر هذه الظواهر. اليوم نحن نعيش عصر تغلبت فيه الطباع حتى حولت الأمة إلى شبه الضباع. مدرسة إسلامية تدرس الدين، لكن يتخرج منها إنسان يحارب الدين. تجد منها مجتمعات عربية وإسلامية تستوحش من الدين. ما سبب ذلك؟ سبب ذلك أن هناك خلل. برنامج المجهر مع المفكر الإسلامي الحبيب أبو بكر العدني بن علي المشهور، يحاوره الدكتور حسن الهادي، يأتيكم بإذن الله يوم الاثنين عند الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويعاد في الأوقات التالية.